طيب اذا بدنا نشتق البيسك راوند تريب تايم ايكويشن خلينا اول شيء نرسم ايش بصير خلال الراوند تريب تايم فراح ارسم هلا خط هون راح نرسم خط ثاني هون هذا الزمن وهذا البوزيشن فالبوزيشن راح يروح من زيرو راح افترض هذا بوزيشن زيرو خلينا افترض هذا واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة فعندي سبعة above the ground عادة سبعة هو نحكي عنه إنه هو n floors above the ground خلينا نشوف هلا إيش الأشياء اللي بتصير خلال العملية هاي أنا راح أفترض إنه عندي incoming traffic incoming traffic يعني كل الناس بادين من أي طابق هلا هذا هو ال exit entrance floor وهدول كلهم إيش سميناهم occupant floors إذن هذول كلهم occupant floors وهذا entrance floor فكل الناس جايين رح يجوا على الزيرو على الground floor رح يطلعوا الطوابق اللي فوق إذا رح نفترض عندي incoming traffic هون هذا هون زمن هلا متذكرين شكل الكيرف تبع ال velocity رسمناه قبل شوي فتبع الزمن رح يكون شكله زي هيك اللي هو كيوبيك سكوير كيوبيك لينير كيوبيك سكوير كيوبيك اللي هو تبع الديسبليسمنت فهذا الديسبليسمنت از ا فانكشن اوف تايم حسب الطوابق اللي بمشي بيهم ولانه الريتد سبيد اتيند على فكره راح يطلع في عندي سكشن هون تي مش في ريتد سبيد اتيند فصار عندي خط مستقيم الفيلوسيتي مظبوط لما الفيلوسيتي كونستانت ايش عماله بصير في الديسبليسمنت بتزيد بخط مستقيم اذا هون لو بدينا راح نيجي راح نفترض انه المصعد رجع عندي كان في عنده جيرني وخلص من الجيرني تبعته وجا وقف هون فتح بابه عند النقطة هاي أو بدأ بابه يفتح عند النقطة هاي فتح الباب بده زمن معين مظبوط راح أسميه تي دي تي سب دي أو هلا هو فتح الباب راح أفترض إنه الكونديشنز ممتازة وإنه كل الناس بيستنوا وجاهزين يطلعوا كم واحد راح يطلع عندي؟ راح أفترض إنه عندي بي باسنجرز إذا بي باسنجرز راح يدخلوا خليني افترض انه عندي بالحاله هاي راح ناخذ مثال خليني افترض انه طلع عندي خمس باسنجرز اذا بي بتساوي خمسه ونفترض الخمسه هذول رايحين على خلينا ناخذ منكم انتم نختار الخمسه اللي هون هاي واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه وين اي طابق بدك تروح؟ الثالث قد ايه؟ الثالث الخامس خامس سابع سابع تنزل على الأول بدك تطلع على الأول ما تقدرش تنزل على الأول بدك تطلع على الأول ماشي؟ ثاني ثاني هي عندي ستوبس هلا طبعا هم هون لأنهم ذكروا هذول أمام بعض فما راح من واحد منهم يختار نفس الأوكي تبعت الثاني هاي سايكولوجيا مهمة راح نحكي عنها بعدين لأنه احتمال ضعيف إنه ولا واحد منهم يروح على نفس الطابق اللي رايح عليه الثاني حتى لو الديسيجن تبعتهم اندبندنت إذا بدنا نروح أول إشي ما راح نروح على الخامس وبعدين نرجع على الثالث وبعدين نرجع على الأول إيش المنطق بقول؟ أول ثالث أول ثاني ثالث خامس سابع إذا هلا راح يطلع عندي خمسة راح يطلعوا فراح يقعد عندي فترة زمنية وهو الباب مفتوح كل واحد منهم بده وقت حتى يدخل راح نفترض هذا الوقت هو تي بي إن وبعدين لما يجي يطلعوا على الطوابق تبعتهم راح افترض إنه تي بي أوت حوالي 1 سكند تقريبا إذا هون راح يكون عندي خمسة سكندز دخلوا كلهم سجلوا الديستنيشنز تبعتهم، ايش راح يصير الان؟ راح يسكر الباب ففي عندي تي دي سي. هون عندي تي بي ان مضروبه في بي مضبوط؟ هم بي عددهم، كل واحد منهم بده 1.2 سكند او 1 سكند، فهاي مضروبه تي بي ان مضروبه في بي. هلا ايش راح يصير؟ راح نبدا نتحرك وين بدنا نروح؟ بدنا نروح على الاول، الاول موجود هون. وانا مفترض انه الريتد سبيد اتين حتى ب 1 فلور جيرني فراح يكون دي سكشن من هذا الخط خط مستقيم تي راح يفتح الباب هاي تي دي او قديش كم واحد بده يطلع؟ فهذا هون تي بي ان راح يسكر الباب تي دي سي بعدين على وين بدي اروح الان؟ على 2 راح يصير عندي هيك بعدين بدي اروح على 3
بعدين راح اروح على 5 هلا هاي الفترات اللي بفتح فيها الباب وبضل فاتح متساوي لانه عدد الباسنجرز متساوي. لو كان عندي 2 رايحين على نفس الطابق راح ازيد المسافه الفتره هاي. اذا انفتح الباب طلعوا خروج سكر الباب. هلا ضل عندي ايش اخر شيء؟ 7. هلا خلصنا هيك ايش بنعمل؟ بدنا نرجع راح امحي من الشافت بس الكميه المطلوبه. هلا من هون نتبع نفس السرعه. ليش ما وقفنا واحنا نازلين؟ لانه الترافيك كله فرضناه انكم. هلا نرسم الخطين. هذول في خطين مهمين. الراوند تريب تايم لما نعرف الراوند تريب تايم هي الفتره الزمنيه من بداية فتح الباب لبداية فتح الباب. سايكل، ما هي سايكل بدنا نكررها. هلا هذا الرقم رقم مهم اللي هو بدنا نشتق معادلة له. وهاي اسمها ستارت اوف دور اوبننج. وهون كمان هذا ستارت اوف دور اوبن. بداية فتح الباب طبعا على السنجل انترنس. لو عندي مالتيبل انترنس رح تكون معقدة أكثر من هيك بنحكي عنها بعدين. بس أنا مفترض عندي سنجل انترنس. إذا هذا كمان افتراض. سنجل انترنس وعندنا انكمينج ترافيك اونلي. إذا بس ناس عمالهم بدخلوا على العمارة فكلهم الانكمينج جيرني دائما بتبدأ بانترنس فور وبتنتهي ب اوكيبنت فلور. فهذا اللي صار عندنا هون. وصلنا هذول كلهم بضوابط مختلفه وبعدين رجعنا مره ثانيه. لاحظوا هاي القطعه الطويله اللي هون بدها تدخل في الراوند تريب تايم. بدي ارجع من هون مره ثانيه لحد ما اوصل هون. هلا ببدا سايكل جديده وبكون اتجمع في ناس جداد خلال الفتره هاي. وصلوا الارايفل تبعهم. تذكروا حكينا الارايفل تبعهم راندوم بس احنا بنفترض الارايفل تبعهم هون يونيفورم عشان اسهل الحسابات. لانه الارايفل تبعهم راندوم ممكن من ناحيه واقعيه بعض احيان ارجع هون واستنى ما الاقي حد. هاي مشكلة ثانية بس احنا نفترض انه عندي كل شيء ايديال. اذا الراوند تريب تايم هذه بنسميها ار تي تي راوند تريب تايم. احيانا ممكن تكون اطول من هيك واحيانا ممكن تكون اقصر من هيك مضبوط. بس انا اللي بفتش عليه هو الافرج فاليو. بدنا نطلع معادلة للافرج فاليو لهي العمارة على اساس انه عندي في بتساوي 5 في عندي سرعة معينة acceleration jerk velocity كل الأشياء هاي مختلفة. بدي أطلع average value. أحيانا ممكن حظي يكون أسوأ بكثير من هيك. كيف؟ إمتى ممكن تكون RTT أطول من هيك؟ إيش أسوأ حالة ممكن تكون إذا عندي 5 passengers؟ كل واحد منهم يروح على طابق بس أي طوابق آخر 5. أسوأ حالة راح تكون لما واحد يروح على السابع واحد على السادس واحد على الخامس واحد على الرابع واحد على الثالث. طب واحسن حاله واقصر حاله؟ كلهم على الاول. تمام. اذا الراوند تريب تايم هي راندوم فيريبل ار تي تي. ولذلك احيانا انا بفضل اني ارمزها بالرمز تاو من اني ارمزها بالرمز ار تي تي لانه ار تي تي بيوحي لك كانه ايش؟ كونستنت. لكن تاو لور كيس بتوحي لي انه فيريبل راندوم فيريبل. فاحنا كانه عمالنا بنقول انه ار تي تي هي الاكسبكتد فاليو اوف تاو او الافرج فاليو اوف تاو. مش عندي شيء اسمه راندوم فيريبل. شو يعني راندوم فيريبل؟ يعني فيريبل بتغير كل مره بيطلع له رقم مختلف، كل يوم بيطلع له رقم مختلف. بس اذا اخذت الافرج تبعه لفتره طويله جدا شو بعطيني؟ كونستنت. اوكي؟ نعم.